قايمك نظامك هتاخدها على فين؟ لا بقول لك يا عبد الجليل، الحاجات دي لما تتنبر فيها بتبوظ، كل واحد يشوف طريقه احسن. ماشي يا عم، في ايه؟ الله. طب هتاخدها على كام؟ 2000 دولار. بس ايه؟ 2000 دولار؟ ايه؟ 2000 دولار؟ هتفضحنا. 2000 دولار يا هيبه؟ 2000 دولار يا هيبه ليه؟ ايه يا عم، ما ينفعش الكلام ده، عليا الطلاق بالثلاثة، ده انا لو هاخدها بيع واشتري ما ينفعش فيها 2000 دولار، الله، في ايه؟ اللي انت واخدها على كام؟ 20 دولار. 20 دولار؟ اه. بقول لك يا عبد الجليل، حل عني الله يكرمك، انا مش ناقصك، حل عني يا اخويا. خلاص يا اخويا، في ايه؟ مالك كده؟ ما تعصبش عليا. الله، انا عارف ان انت راجل مستريح وابن ناس ومستريح مزيا. مزيا؟ اه. بس يعني نعم، انا عيل كفحتاجي، ويعني والدنيا كلت مني وشربت كده وادعكت فيها، عشان كده لما ربنا يديني ما افتريش لمؤاخذه. طلب غصب قبل طلبك يا معلم. ام 20 دولار تيجي قبل ام 2000. قول يا معلم، قول واتعلم. صباح الفل يا قمر، ازيك؟ عامله ايه؟ ده انا بعد النجوم طول الليل مستنيك. هروح فين يا عسل؟ مع التاكسي بتاعي. في ركوبه يا ابراهيم، في ركوبه. الركوبه دي سهله من اولها، سهله من اولها. اتفضل يا باشا، اتفضل. تشاو تشاو يا اخي. مع السلامه يا بيه. مع السلامه يا معلم. العب يا معلم، قول وتعلم، العب يا بنت. اتجاه دلوقتي ده ام 20 وصلت من ساعه. نعم. لا مفيش. فين التاكسي؟ مفيش. مفيش يا ابن المحظوظ يا عبد الجليل. تاكسي يلا يا المزرعة يا أستا. ايه المزرعة دي؟ اوعى تكون بعيدة. لا لا، قريبة. قريبة؟ اطلع المزرعة يا أستا. مين الأجنة دي؟ هادي صاحبة الشقة. امال مالها مكتومة كده ليه؟ ما تهوي المطرح كده عشان النفس يبقى رايح جاي. اوكي. هاي. سيبوا يعطي شوية مصاري كده. اوكي. ايه السبستم، ما تفهميني؟ بنعطيها شوية مصاري تسيبنا ناخد راحتنا بالغرفة. مصاري ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. والله ما هو ليا، هون النظام هيك. لا هيك ولا كيك ولا نطاط الحيط. أبقولك ايه، الفرقة دي تخلص على كام؟ 200 دولار. نعم يا روح امك، 200 دولار ايه؟ اذا كان انت كلك على بعضك بليلتك كده 20 دولار، ده ايه اللي جاره؟ ولا هو الزرار اغلى من الجاكيت لا مؤاخذه؟ بقول لك ايه، بلاها ام الليله دي، وادي ال 20 دولار بتاعتك ايه يا معلمه؟ عشان ما تقوليش ان عبد الجليل بيرجع في كلمته، سلام. عبد الجليل بنخلص ب 150. هما 100 دولار وتيت خالص الشريط يا معلمه، وتروحي وتجيلي والندى عالي عشان هبل عليا مع الطياره. مساء الخير يا حاجة. ايه يا ماشا الجمال ده؟ ده صاحبتك دي باين عليها صاحبة مزاج قوي. بقولك ايه؟ عايزين نخلص، قدامي تلت ساعة، 2000 دولار اهو. انت بتعدي في ايه ده وقته؟ يلا يلا احبتي يلا. على الاقل الساعة 3 نبقى موجودين كلنا في اللوبي تحت. ده استهتار. ده لما يبدا امر لازم يتنفذ. وده فين؟ راحوا فين الساعة 3:30؟ روق روق يا استاذ ناجي، روق. الحمد لله احنا امورنا مستلمين بالمطار، بس المهم احنا نكون قبل 5 بالمطار لحتى نحط الشنط على السيريه.
يعني فينا نطلع بالأربعة أربعة وربع، معنا وقت. أنا عارف أبو القاسم، بس ده استهتار، لازم يكون في التزام، وأنا مش هعدي اللي حصل ده بسهولة. روى معك عم. أنا ابن كلب، ابن 60 كلب يا باشا، بس أبوس إيدك ما تقلب عليا، وأنا جاهز. كنت فين؟ أنا كنت مش مهم أنا كنت فين، المهم نلحق المطار والطيارة، وبعد كده بقى اديني ب30 جزمة. وإبراهيم الواد فين يا عبد الجليل؟ ده يكون جرى له حاجه. والله العظيم ما اعرف يا باشا، انا سبته في الشارع وقال لي ده رايح مشوار. وبعدين؟ وبعدين يا استاذ ناجي؟ انتوا هيك ما راح تسافروا لانه الطياره ما راح تستناكم، واذا ما سافرتوا بهي الطياره الله اعلم ايمتى ممكن رتب لكم سفره ثانيه. انت بتعرف مساله المطار وما مطار لها تربيطات كثيره، وانت بتعرفها. انا ما اقدرش اسيب الواد ابراهيم من غير ما اطمن هو فين. انا مسؤول عنهم كلهم، وزي ما جينا مع بعض لازم نرجع مع بعض. لا لا يا باشا، احنا لازم نمشي دلوقتي، لازم نرجع مصر حالا. انا خلاص كلمت امي وهي مستنياني. ابوس ايدك نمشي يا باشا. انا كمان عايز ارجع مصر، انا عايز اطمن على ابويا. وبعدين ابراهيم اتاخر، احنا ذنبنا ايه؟ فعلا يا باشا احنا مالناش ذنب. انا عاوز امشي يا باشا. نمشي وابراهيم يبقى حصلنا. انا خايف للواد يكون جرى له حاجه. ما هو عشان كده يا نادي باشا انا برضو من سعادتك يعني ان احنا نقعد شويه، حتى لو هتفوت الطياره محدش هياخد اكتر من نصيبه يا باشا. الاجري يا بني ادم، الجري الوحوش رزقك لن تحوش. وانت عبد الجليل عايز تمشي ولا عايز تقعد تستنى ابراهيم؟ انا من ايدك دي لايدك دي يا باشا، انا مش فارقه معايا خالص. مفيش طياره تانيه يا ابو القاسم؟ للاسف يا استاذ ناجي مفيش. بعدين الترتيبات اللي عملت لك اياها لحتى تكون اليوم بالقاهره بدها وقت لحتى تصير. بدي باتي. خلاص يبقى خلينا، احنا لا يمكن نمشي واحنا ناقصنا واحد. اوكي يا استاذ، معناها أعطيني يومين ثلاثة لحتى أرتب كل شيء مرة ثانية وأنا بحكي معك. يا حياتي